أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. أخيرا يا أصدقائي، الظهور الأول لمارت رمضان ديمير وأفرا سراج أوغلو يدا بيد سويا في موقع تصوير مسلسل طائر الرفراف اليوم بعد انفصالهم وعودتهم لبعضهم مرة أخرى قبل أسابيع. هذا الفيديو الذي يظهر فيه مارت وهو يحتضن حبيبته أفرا سراج أوغلو ويضع يده على كتفها، وبذلك تأكدنا أن فعلا عصافير الحب مارت وأفرا عادوا لبعضهم البعض، وأخبار تصالحهم كانت صحيحة 100%. هذه آخر أخبار أفرا ومارت. شكرا للمشاهدة، نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم. إلى اللقاء.